السلام عليكم. حصلت المسروقات 7000 دولار، 7000 ريال، 50000 جنيه مصري، موبايلات، ساعات، منها ساعات رولكس، شفاطات، زي ما بيقولوا برضو الحاجات اللي هي بتاعه الشعر دي، معرفش اسمها ايه، حاجات كتيره قوي. دي حصيله المسروقات اللي ضبطت مع اكتر من 5 متهمين اللي قاموا بقتل احد القاده العسكريين اليمنيين اللي كان متواجد في مصر. احد القواد اليمنيين اللي معروف جدا واللي كان مؤجر شقه في شارع العشرين في القاهره، تحديدا في منطقه الجيزه، وعايش هناك وقعد اديله من اسبوع، كان في تركيا وبعد كده جه على مصر وقعد في مصر الفتره دي كلها. بعدها على طول اخوه اللي اتصل بيه اكتر من مره وما كانش بيرد نهائيا عليه، الاخ اللي راح لاخوه المكان او الشقه المؤجره اللي لقاه جثه، زي ما بيقولوا جثه مخنوقه ومربوطه، مربوطه من ايديه ومربوطه من رجليه. الشرطه على طول اللي جت في الحال، اللي قدرت بعد كده تكشف الموضوع وقدرت كمان تضبط الناس دي كلها. الجثه اللي لقيوها لما عينوها، زي ما بنقول، باين ان الدنيا كلها متلخبطه وباين ان الموضوع بغرض السرقه في المقام الاول. في الوقت ده كله بدات التحريات وبدات تفريغ الكاميرات وخلافه. الجثه اللي كانت موجوده كانت مربوطه من الايدين وكانت فيها حز كامل على الرقبه، يعني خنق، اثار خنق واضحه جدا، والبيت كله مبعثر. وكمان الاخ اللي بيقول ان اخوه كان جاي في المكان ده او كان جاي في مصر وكان مؤجر كمان عربيه، تحديدا عربيه نيسان، وكان مؤجرها ولما راح هناك كمان ما لقاهاش تحت البيت. قدرت الشرطه انها تتوصل للعصابه او تتوصل للناس دي كلها اللي الراجل ده او القائد اليمني سمح لهم بالدخول، وكان ما بينهم كمان سيدات، ما نعرفش السبب الرئيسي في دخولهم ايه. ولكن في الوقت ده دخلوا البيت وبعد كده حطوا له منوم وبعدها عملوا الليله دي كلها. في الوقت ده بالرغم من ان هو ادوله كمان المنوم، ولكن قوته، الراجل زي ما بنقول قائد في الجيش اليمني او قائد كمان ومعروف كمان جدا في الوقت ده. المهم قادر ان هو كان يقاومهم وقعد فتره كبيره يقاومهم، ولكن في المجمل المنوم اثر عليه بطريقه رهيبه لغايه لما وقع، وبعدها ربطوه وبعد كده كتموه وبعد كده حطوا منشفه على وشه لغايه لما مات تماما. وبعدها على طول زي ما حكينا القصة بتاعة الأخ لما اكتشف ان أخوه توفى وهكذا. الشرطة اللي على طول ورئيس المباحث اللي جاب على طول صاحب العمارة وجاب تفريغ الكاميرات وخلافه لغاية لما قدر ان هو يضبط الشخصيات دي كلها، وقدر ان هو يمسكهم ويضبط المحصول بتاع الجريمة دي كلها أو حصيلة المسروقات دي كلها. السفارة اليمنية اللي كتبت شكر وبعتت شكر علشان اكتشفت الشرطة المصرية الموضوع ده. ولكن زي ما بنقول هو محدش يعرف هو جه مصر ليه، او كمية الفلوس دي كلها اللي هي 7000 دولار او 7000 ريال والتليفونات وخلافه دي كانت موجودة معاه ليه، ولكن هي في الفترة الاخيرة كان في تركيا قبل ما كان يرجع على مصر مباشرة. الموضوع اتعرف، حتى السفارة اليمنية زي ما قلنا طلعت الخطاب بتاعها ان تم ضبط الناس او الجناة اللي عملوا الجريمة دي كلها اللي كانوا على معرفة بالقائد اليمني في شقة العشرين، ولكن تحديدا السبب ايه محدش يعرف. وكان ما بينهم ستين او اتنين سيدات او تلاتة سيدات وتلاتة رجالة. الشخص السادس اللي هو كانت المضبوطات او كانت الحصيلة بتاعت المضبوطات دي كانت حفظاها في بيتها، زي ما قلنا 7000 ريال و7000 دولار و50000 جنيه مصري وموبايلات وساعات وخلافه وخلافه وخلافه. قدرت الشرطة المصرية ان هي تلم وتحصر الموضوع ده كله في ساعات قليلة. حتى البيان اللي طلع من الجيش اليمني ان تم ضبط الجناة في مصر وجاري التحقيقات وخلافه. ده الموضوع اللي حصل من ايام بسيطة تحديدا في منطقة العشرين، معرفش منطقة العشرين تبع الهرم او هي تبع الجيزة في المجمل، بس انا معرفش شارع العشرين فين، ولكن الحتة دي تحديدا اللي كانوا بيتكلموا عليها اللي حصلت فيها جريمة القتل دي للشخصية السياسية او القائد الامني الكبير اللي كان متواجد في مصر في الوقت ده. اعتقد ان هو ما كانش جاي حاجة معينة او ما كانش جاي بروتوكول تعاون ما بينه وما بين وزارة الدفاع وخلافه، هو كان جاي في حاجة معينة وكان في تركيا وبعد كده جه على مصر في شقة مؤجرة زي ما بنقول في شارع يعتبر شعبي، شارع العشرين في الجيزة او في الهرم، انا مش عارف تحديدا. ده الموضوع اللي كان منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة. السلام عليكم.